معانا ومع قضيتنا، لانك على تراب ارضنا اللي دفعنا فيها من اغلى الرجال يعني ارخصها، يعني والمغابر شاهده كان مغبره ابو حرباء او مغبره القطيع او مغابر اخرى في لحج وابين وكل مكان والضالع وردفان، قالوا انت على ارض هي ارضنا طبعا، هل انت معانا او ضدنا؟ يعني تلت بالكلام الرجال وما عنده وضوح للأسف مجاهد العتيبي، وقالوا إذا كان أنت مع صنعاء فشد الرحال إلى نقران، ومن هناك قريب ولا من جيزان، صنعاء أغرب أنت انطلق لها من عدن، هناك 100 كيلو وهنا 400 كيلو أو 500 كيلو من عدن إلى صنعاء، الأغرب لك أنت انطلق إلى صنعاء من نقران، يعني قريبة، وين اذنك الغريبة؟ يعني العات روح بعيد، يعني ارجع الى نقران ومن هناك جهز جيشك واغتحم صنعاء اللي وعد العسيري يعني بداية عاصفة الحزب، وقال قادمون يا صنعاء سنحرر صنعاء خلال شهرين او ثلاثة. ضحكة على الدغون، لما بيقول لك ضحكة على الدغون، هذا مسيلمة كذاب، هو كذاب معروف قصة العرب، ولكن مثل العسيري ما كذب. يعني بالنسبة لمسالم الكذاب، غدو كذاب مشهور في الجزيرة العربية انه ندعي النبوة في عهد يعني حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم، او ندعي النبوة يعني هذا مسالم الكذاب والاسود العنسي وسقاح، يعني قم عندهم كذابين لكن مثل العسيري ما كذبوا، يعني باختصار هذا واحدة. قالوا له شد الرحال الى نقران، ومن هناك 100 كيلو معك او 70 كيلو انك بصنعاء قريبه، صنعاء لا نقران، لحاتكي الى عدن، ومن عدن 500 كيلو طلوع طلع اطلع جبل وانزل جبل، يعني طلوع تمام. قالوا واذا انت مع الاخوان فشد الرحال الى مأرب، وهناك عاصمتهم وهناك يصنعون فخاخاتهم وحزمتهم الناسفه، وشد الرحال الى مأرب، يعني اذا ما انت مع مشروعنا ومعانا، يعني واضحين اصحابنا بسؤالهم لمجاهد العتيبي، يعني مشو واضح جينا كذا وجينا الجيش وجينا ما ادري ويش وجينا، وكأنه يعلمنا الحريه ويعلمنا كيف تبنى الجيوش ويعلمنا، وتناسي مجاهد العتيبي انه كان لدينا جيش بيعز جزيره العرب كامل في عهد الحزب الاشتراكي اليمني داخل عدن، نعم كان معانا جيش بيهز الجزيره العربيه كامل، ولكن يعني كل يوم لا جلسة ورجال، احنا معترفين بهذا المقولة ومعترفين يعني تماما، ولكن كما أظن غابت علينا سنوات يعني 30 سنة 40 سنة، ولكن الآن رجعنا. هذا بالنسبة يعني بنطلعكم على مجاهد العتيبي إنه يعني هو سبب الويلات وسبب المشاكل اللي بتحصل بعدن من حين وصل إليها هذا الرجل، ورحنا من مشكلة إلى مشكلة تمام. وأرجع بس في نقطة العتيبي أذكره، يا مجاهد العتيبي بريطانيا جلس في عدن 129 سنة وعجز أن تدخل يافا، عفاش حكم 35 سنة وعجز أن يدخل يافا، وانت لك أسبوع أو أسبوعين يعني وبتفكر تدخل يافا، عشي حياء عشي خجل عايشي ذا بصوت دلاء شا تفهم، لأنه يعني كل ما رفعنا صوتنا يا أخي مش بتفهم، يعني بريطانيا 139 سنة وكم يا أخي ما أقدره عايشي، يعني عجزه أن تدخل يافا، يعني وهي دولة كان أهوان لم تغيب الشمس عنها، كان حاكم الشرق والغرب والشمال والجنوب بالكرة الأرضية، ولكن عجزه أن تدخل يافا، وعفاش عجز أن يدخل يافا، والحوثي عجز أن يدخل يافا، يا أخي هذا حقائق تاريخية، ما عشو بكيفي ولا كيفك ولا ذا، وأنت لك أسبوع أسبوعين وترسل قوة، أخي أنت قرجوح والله العظيم يا عتيبي، هذا خلاص هذا العتيبي جانبا وضحنا لكم حقيقته.